يلا تك نمر التحطيم خليجو بيف يا اخي يلا بيف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم بلبل الاخير من النسخه الخاصه والمعدل اللي جانا من علبه شوزيت تريبل بوستر سيت حيلعب ضد كل بلابلنا النفاثه. فهذا هو يا جماعه الخير بلبل الاخير النسخه المعدله زي ما انتم شايفين. كومبو رهيب من تكارا تومي طلع لنا في العلبه الثلاثيه للتيربو زي ما شايفين. الوانه متناسقه ورهيبه وقوه تعتبر متوسطه بعد تجربه، ولكن اليوم حننازل ضد كل بلابل التيربو، يعني كلهم حيكونوا من نفس الجزء. قبل نبدا بالذات اليوم الخرافيه، اذا ما كنتم مشتركين في القناه اشتركوا على جرس التنبيهات. خلينا نوصل ل 100,000 مشترك، باقي فقط 10,000 مشترك او 10,200، فاضغط زر لايك يا جماعه الخير. خلينا نوصل المقطع هذا اعلى عدد لايكات، ويلا خلونا نبدا بالنزالات. اول نزال حيكون ضد بلبل كلب الضارب الدفاع الشرس واخيله كل الضربات. يلا بيرس، اوكي بيرس فينيش، ونروح البلبل الثاني. البلبل الثاني هو بلبل الشجاع البركاني، من اقوى بلاب في الهجوم اذا ما كان اقوى بلبل حاليا. هجوم خارق يا جماعه الخير، ضربات اسطوريه. فخلينا نشوف ايش يسوي ضد اخيل المعدل. في بعضكم يقولوا لي سميه اخيل المدمر، فخلينا نشوف لو اليوم قدر حطم. طبعا عندنا تقريبا عندها يا جماعة الخير في مقطع اليوم 17 نزال، عندها 17 بلبل تيربو نفاذ. لو اخيل هذا المعدل قدر يحطم 10 بلابل راح نسميه اخيل المدمر. يلا الجولة الثانية، اخيل الشجاع. يلا يا اخيل ضربات، خرج وخرج حلو، بس يعني صعب انك تحطمه لانه بلبل هجومي ودوران حيكون ضعيف اكيد. اخيل ضربات وفاز اخيل، ونروح البلبل الثالث. البلبل الثالث بلبل قادر على التحمل، بلبل علبة حظ. انا شوف نعيدها. نعيد مثال. يلا خفاش. ويلا يا اخيل. بيرس يا اخيل. هذه جولة اسطورية. اوكي بيرس فينيش، ثاني بيرس مقطع اليوم. باقي له 8 فقط نسميه اخيل المدمر. البلبل الرابع من اقوى البلابل القافز يساري خرافي اللي هو السمندر الحرك. البلبل الرابع من اقوى البلابل اليسارية، بلبل قافز خرافي السمندر الحار. اوكي ضربات. ممكن بيرس. ممكن بيرس. يلا. اخيل تحمل الضربات. اوكي ما في بيرس، بس اخيل فاز بقوة الدوران. الجولة الثانية. اوكي يلا اخيل. ويلا يا سمندر. يلا ضربات قافزة اليسارية المدمرة. مستحيل طبعا احد منهم تحطم. خلينا نشوف متعة النزال. واخيل فاز للمرة الثانية 2-0. البلبل الخامس هو امبراطور الامواج، بلبل دفاع الصلب خرافي. اختبرنا قوته تقريبا قبل مقطعين وكان من اقوى البلابل، فجر كل البلابل زي ما تخيل. دفاعي بس عنده نمط التحطيم. خليه يشوف. اوكي اخيل يدمر، يسحق بلبل الخصم بكل سهوله. ما عليكم من الجرينت اللي صارت قبل شويه، جرينت يعني حماس وشي زي كذا، ولكن امبراطور الامواج فاز على اقوى، فاز على بلبل جي تي، وتوقع فاز على بلبل سوبر كينج، ودحين جاء اخيل اللي بياخذ لقب اخيل المدمر وحطمه ودمره يا جماعه الخير، فكان زاد اسطوري. البلبل السادس بلبل يساري هجومي صلب ساحق الخصوم، ما عنده رحمه، يفوز على كل البلابل. وخلينا نشوف لو اخيل حيقدر يحطمه او حتى يفوز عليه بقوه الدوران. يلا يومير. طبعا يومير رجع حفرناه في المتجر بكميه 8 حبات وخلص تقريبا في 10 ساعات. اوكي فاز اخيل. الجولة الثانية. يلا يا اخي. يلا يا اميض وفينا قوتك. حطمه. مستحيل تحطمه يعني، لكن حاول. طب هل ممكن واحد من الاثنين يحطم الثاني؟ الجولة اللي قبل ما كان عند أي أحد منهم كليك، فخلينا نشوف الجولة هذه. اوكي الوميض كليك واحد، وأخيل كليك واحد كمان، فاللي يروح البلبل بعده. البلبل بعده بلبل أخيل الأخير يا جماعة الخير. فحنازل النسختين ضد بعض، خلينا نشوف من اقوى. يلا يا اخيل. اوكي كنت ابغى اخيل معدل يفوز. كليك واحد. اوكي كليك واحد يا اخي، كليك لا كليك واحد. الجوله الثانيه. الجوله الثانيه اخيل الاخير. طبعا غيرت النمط. خليته بالوضعيه المرتفعه زي ما انتم شايفين وحطم اخيل النسخه الخاصه. الجوله الاخيره يا عم فاجئ في هذا النزال لانه كان ممتع. خلينا نشوف. اوكي لا اخيل اخيل لا تسخر طاقتك لما تشوف ضربات. واخيل معدل لازم تفوز لانك ما فزت ولا جوله، وياخذ اول نقطه. اوكي لا تعادل. اوكي يلا اللي بعده اخيل معدل السيف الكاسر. يلا يا اخيل مستحيل تحطم السيف، لكن حاول حاول تفوز عليه بقوه الدوران. انتصر ضربات، ضربات سيف قويه. اوكي اخيل المعدل ياخذ نقطه. الجولة الثانية أخيل.
اوكي سيف سيف. ما كان ما اضربك في جهاز اطلاق لكي اتاخرت. شوف الجولة هذا غلط مني ولكن نحسبها تعادل فاوكي. ولا لا نحسب السيف نلعب جولة ثالثة. يلا يلا يا اخين اللقب المدمر السيف الكاسب خليه يجوب من هكسر الثاني. يلا يا اخي له السيف اخيل السيف. يلا واحد منهم محفوظ بقوة الدوام ما حيكون في بيرس. واخيل النسخة المعدلة يفوز وعنده كليك والسيف عنده كليك. من زمان ما شفنا بيرس. هل حيقدر يحط قنبلة نيابة فهد؟ انا فاطر عن نفس القاعد ديسترويد فخلينا نشوف. عنده تصدي خرافي للهجمات نيابة فهد طبعا فمستحيل يحطه من تقريبا ولكن ممكن بما انه قنبلة هاسبر وما عنده تيث بس لبس عنده من اقوى السلبسات اللي قد شفتهم. يعني فاز بقوة الدوران وما عنده ولا اي كليك. الجولة الثانية اتوقع انه يقدر يفوز عليه الوعد. اوكي الان اخيل ما حطم غير ثلاثة بلابل وباقي بعض البلابل الاقوياء يا جماعة الخير عن البلابل المتبقية في النزالات فما اتوقع انه يقدر يحطمهم. والحين عنده خصم من اقوى بلابل في التحمل هرقل. خلينا نشوف يقدر يحطمه ولا لا. يعني هرقل من جد خرافي متوازن صلب اسطوري متحمل تيت عنده جيدة. اوكي توي قاعد اقول عنه مميزات وكذا يخذلنا وتحطم. فالحين يصير اخيل محطم 8 بلابل وباقي له 7 محطم قصدي 4 بلابل وباقي له 7 بلابل فلازم احطم منهم 4. يعني عنده امكانيه انه يفوز على 3 بس بقوه الدوران وما اشوف انه في اي احمي هذول اقدر احطمهم. يعني بس خلينا نلعب نزال نشوف نحفوز. يلا اخيل معدل الشجاع الجارح مستحيل تحطم من القاعد حقه داش فهد شوي مستحيل مستحيل يا جماعة الخير. كيف شجاع حتكون زين من جولة واحدة وشجاع يفوز. أخير النار وأخير معدل تقدر تحطمه. أوكي يلا تقدر. أوه يا ساتر باقي له 5 بلابل يا ساتر إيش صار باقي له 5 بلابل إذا قدر يحطم منهم 3 ولا كم يب 3 يصير أخير المدمر. الخصم اللي بعده ما قد تحطم في القناة يا جماعة الخير ولا أي نزال اتوقع ما حد قد فاز عليه. خلينا نشوف هذا الشيء. أوكي أخيل ما حسوي له شيء وحتى ما وصلوا لك كليك واحد. جولة ثانية أنا عندي ثقة في أخيل إنه حقدر أحطم. يلا يا أخيل يلا يا أخيل لا تضيع الثقة. لا يا أخيل عندي ضربات حطم ويلا تقدر. المشكلة البلبل هذا يا جماعة الخير سوقه لما يتحطم يوقف عند الدوران حتى ولا كليك. يا ساتر دقيت الباب من هنا اسمع البيل بعطوا عن باقي 4 بلابل منهم نختار من الجارح. اول شيء الجارح متجدد واخير الخاص متحدث من الجارح بس حاول. يا ساتر صار نزال اللي بعده ولا الجولة اللي بعدها الجولة الثانية. يلا يا اخيل يلا يا اخيل قبل شيء وصل كليكين يا جماعة الخير كان الجارح نص يعني كليكين يب فيقدر اخيل اخيل الخاص يقدر. يلا يا اخيل اوكي شوف كم كليك كليك واحد فا اوكي خلاص نروح البلبل بعد. باقي يا جماعة الخير 3 بلابل واخيل حطم 5 بلابل منهم اخيل النار من اقوى البلابل فلو قدر يحطم الثلاثة دول مع انه شبه مستحيل لو انت بالصدفة حطمت دول انهم مقلدين مستحيل تحطم اخيل مو اخيل الجارح المطور لانه ما قوي. عشان ما نظلم اخيل حنسوي شيء رهيب. اذا اخيل حنلعب طبعا اول شيء الجولة الهيب عند البراتن اذا حطمهم الاثنين اللي هي البراتن ووصل للجارح وما حطمه راح نجيب له بلبل تيرب ثاني مثلا بلبل الخفاش لانه ضعيف شويه يعني تيت عنده مو قويه ولا بلبل الكلب الضاري لانه بلبل الكلب الضاري متوسط القوه طيب نجيب له الكلب الضاري واذا قدر يحطم الكلب الضاري راح نسميه برضه اخيل مدمر. اوكي اللهيب العادي من اقوى البلابل يا جماعه الخير من اقوى بلابل التيرب هل حيقدر يحطمه؟ الله على الضرب. اوكي تقدر يلا بس حطم وخلينا نسميك اخيل المدمر اسم فخم يا جماعه الخير ولا كليك نعطيه فرصه ثانيه. يلا يا اخيل يا ساتر الضربه. اوكي الفرصه الثانيه تضبط لو قدر يفوز على براثن فهو تقريبا حيضمن اسم اخيل المدمر. يا جماعة الخير هي ما حتكون صعبة المهمة ولكن أخيل هذا وقصد البراثن هذا لأنه مقلد والتيت عنده ضعيفة وما عنده مطاط مو مرة ضعيفة التيت يعني تبقى متوسطة فممكن تكون المهمة شوية صعبة ولكن حتكون في نفس الوقت سهلة فخلينا نشوف إذا حقدر أسويها ولا لا.
يلا يا بغات خلي يفوز، خلي يفوز عليك، خلي يفوز، خلي يحطمك. قاعد اطلب وطلب غبي. حاول حاول انت يعني حاول تحطم لو مره واحده في حياتك. اوكي اخي اللي يخسر وبغات اللي يفوز، وتقريبا عندك لك واحد. احنا نعطيه فرصه ثانيه وجوله ثانيه لعلها تسلك معانا ويفوز. براتن اخيل، يلا يا اخيل الضربات رهيبه، هجوم يلا. اوكي خابج خابج حلبه وقاعد تحطم، خابج خابج الحلبه وعندك لكل على اخر كليك، على اخر كليك فرصه اخيره يا جماعه الخير. الثالثه ثابته، كل ما اقول الثالثه ثابته. اوكي يلا 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 واخيل ممكن يفوز، ممكن يسويها اخيل. كم كليك؟ اوكي اقل كليك واحد بس، فاخيل ما قدر يسويها وما حيجيب اسم اخيل مدمر. بس صح صح نعطيه فرصه اخيره، لو قدر يفوز على بلبل رهيب اسطوره زي بلبل مثلا الجارح المطور المدمر. الجارح اسمه مدمر، هل انت قدر تفوز عليه؟ خلينا نشوف. فك الحلقه، المهمه تصبح الحلقه خرجت، المهمه تصبح اسهل، يستطيع الاخيل. كل ضغط تغير، نظام نور تغير. يلا يا اخيل، يلا يا اخيل. لو عندك لكين حنلعب جوله ثانيه. كليك واحد وبالقوه اصلا جاله. اوكي يلا، نلعب جوله اخيره نشوف به فيها بيرست. ننهي المقطع بيرست فينش. يلا. هل ممكن نقدر؟ لا، ليه نزل؟ فاشل فشلنا وتحطم. وات؟ اوكي. فهذا كل عندنا، ايش قاعد اقول انا؟ هذا كل اللي عندي اليوم، اتمنى ما كان يعجبكم. فبس هذا كل اللي عندي، لا تنسوا لايك وشاركوا تفعيل جرس التنبيهات. وصلنا للختام. سلام.